قامت اليوم عمدة بلدية تنجمين يا مريم جمعة عبيد بحرق مواد منتهية الصلاحية وأخرى تضر بصحة المواطنين، وذلك بعد مصادرتها من مختلف الأماكن والمحال التجارية. هارون أبا آدم. إن بعض المواد الاستهلاكية المنتهية الصلاحية لا تزال في متناول أيادي المواطنين دون علمهم بمدى الخطورة التي تشكلها في تهديد حياتهم، لذا فإن بلدية إنجمينة قامت بحملات واسعة لمصادرة هذه المواد المنتهية الصلاحية، وهذه المواد هي أدوية وعقاقير إضافة إلى معلبات ومواد غذائية. وبعد رصد هذه الكمية الكبيرة تم حرقها خلال عملية شاركت فيها عمدة بلدية إنجمينة مريم جمعة عبيد، التي أكدت حرص البلدية على سلامة المواطنين وحماية صحتهم عبر مكافحة المواد الضارة ومنع استخدامها. الأسير ده وقت فات بسنتين من سنة 2015، واجب الأسير ده ناس ما يأكل في فدابا انتولي إيال دقاك كله. اليوم وقت فات من شهر ثلاثة وقت كمل ما يقدروا ينتولي سخير، وده الناس بجوا بيقول الناس اللي ما بقدروا بقروا وبمشوا بنتولي الأطفال له. دوان الفرماسي كله هنا وقت فات اليوم تقريبا من شهر 3 2017، وبس قائد ناس قايد بيبو. الميري خدت لجنة خاص لتقوى تطارد التجار اللي اليوم كله بيبيقوا المؤدات الوقت فات بيبيقوا للناس، والناس كان تفهموا اليوم الكانسير بيجي كتير الكانسير، وعندكم قالوا المرض عن الكلى ومرض عن الكبدة ده كله قال بيجي من الأشياء الخلاص وقت فات. وندور الشعب انتو ذاته كله ساعدونا عشان ما تخلوا التجار يبقوا لكم سم، هدو أننا قاعد نقول ليه سم. كما قالت العمدة مريم جمع عبيد إن انتشار محلات تدخين الأرجيلة يشكل خطرا كبيرا لصحة متعاطي الأرجيلة وخاصة شريحة الشباب. ربطانك اللي جينا كوميرسان قاعد بيشكم الأشياء ده، ما بس نشولوا منا البرودو ده، الكوميرسان ذات أننا نودو جستيس. الشيشة ده في حالة كده أننا ما سويناها ممنوعة، لكن ممنوع ده ما انت نفس التيودا انت تشرب بيها وتنتلي اخوك بشرب ده، كان عندك مرض ده مرضك ده بعادل اخر والاخر مرض بعادل الاخر ده. انينا وقفنا قلنا ما تشربوه كلكم كسوا وما تشربوه ان ببليك. إن حرق هذه المواد يعتبر إنذارا لمروجي المستهلكات المنتهية الصلاحية وبيعها للمواطنين باستغلال حاجتهم، كما أن البلدية ستواصل في حملاتها ضد انتشار الممارسات السيئة والتي تضر بصحة سكان مدينة إنجمينة. كما رأست العمدة مناسبة اختتام أعمال الملتقى التفاكري والذي شارك فيه عدد مجالس بلديات جادة. بحرتين عبد الشافي الدود. إن الاجتماع الذي جمع عمدة بلدية إنجمينة مريم جمع عبيد مع عمد مجالس بلديات تشاد للمشاورة ومناقشة اللوائح والاستراتيجيات الوطنية التي تخص المشاريع الاستثمارية في البلاد وكذا خلق فرص لإنشاء برامج تنموية تسهم في عجلة التنمية المستدامة في البلاد، وذلك عبر مشاركة الممولين الاقتصاديين. وقد طلبت عمدة بلدية إنجمينة مريم جمع عبيد من المشاركين تقديم اقتراحات بناءة ومفيدة تخدم من أجل المصلحة العامة. يعني شفنا قدر كل الحاجات الميري بدوروها ده قاعد في البين دي، ده بس أنينا وقت الخلاص كملنا الأتيليه لمينا أنينا 42 مير وقلنا كنادم عند بروجي هنا الديفلوبمان كومين هكذا خليه يجيبه عشان يدخلوا في البي ان دي، والغوفرنمان كان ماشي في باريدا يقدر يدافع لنا ويرجع لنا التمويل. واجب أننا ذات كله نمشو كتف بكتف مع منستر دي بلان نقدروا ندافعوا عشان نلقوا تمويل لبروجي هنا الميري. وفي سياق متصل تداخل المشاركون بأسئلة واستفسارات تتعلق بالمشاريع الاقتصادية وطرق التعامل لتحسين ظروف الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما طالب المشاركون من الجهات المختصة بمزيد من الدعم لهذه المشاريع الطموحة التي تسعى إليها عمد بلديات تشاد من أجل رفاهية الشعب التشادي. بهذا الخبر ننهي معكم هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.